حتى وإن كانت محتشمة، إلا أن عودة النقل بين الولايات جاءت لتريح المسافرين وأصحاب الحافلات بعد 9 أشهر من التوقف بسبب تدابير الحجر الصحي. انطلاق أول حافلتين كان على الساعة 5 من صبيحة هذا السبت نحو ولاية خنجلة، رغم قرار السلطات المعنية باستئناف النشاط في الفاتح من الشهر الجاري. العودة التدريجية للنقل، أي بمعنى أنه كان لابد من الالتزام ببروتوكول صحي صارم، كذلك الأخذ كل التدابير الوقائية وكذلك التنظيمية من أجل العودة تاع النقل في ظروف حسنة. 9 شهور وحنا مريحين، واليوم الحمد لله كانت أول انطلاقة اليوم درنا تاع الفاتح جانفي 2021، وكما نقولوا حنا قضينا كامل القرارات. العودة هذه حاجة مليحة سيرتو المواطن المسافر، باسكو كان عنده مشاكل في السفر، ما يلقاش فاش يروح، السين يروح في الكلونديستان، والكلونديستان على بالك البريمام البري يزيد. بروتوكول صحي صارم فرضته المحطة البرية للمسافرين على أصحاب الحافلات بتطبيق التباعد داخل الحافلة وارتداء الكمامة واستعمال المعقم الكحولي. احنا كارت 50 نشارجو 25 بلاس، صافي شاك فواياجور يحكم دو بلاس. الإجراءات الوقائية رانا درناها كاملة من كل اتجاه، سواء من المقاعد راه كاين شخص واحد قاعد في المقعد 2. هي إذن العودة التي لطالما انتظرها الزبائن وأصحاب حافلة النقل بين الولايات بعد معاناة طويلة مع الناقلين غير الشرعيين الذين أثقلوا كاهل المواطنين بتسعيرات باهظة في التنقل من ولاية إلى أخرى.